معنا لمناقشة التوتر الأمريكي الإيراني من صيدا اللبنانية حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك يا أستاذ حسان معنا. إذا ترامب قال إن الخيار العسكري ما زال مطروحا بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، هل فعلا خيار الحرب ما زال قائما؟ خيار الحرب دائما موجود باعتبار أن التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة يأخذ مداها الأبعد بعد إسقاط الطائرة في التجسس الأمريكية. حسب الاعتراف الأمريكي أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية، وحسب الإعلام الإيراني أنها خرفت الأجواء الإيرانية. إذا ما بين التصريح الإيراني والتصريح الأمريكي نجد أن هناك تناقضا، وبالتالي إسقاط الطائرة وسبب إسقاطها هو تصعيد عسكري وتصرف عسكري يضع المنطقة على حافة حرب ممكن أن تنشب في أي لحظة. كما أن التصريحات الإيرانية المتصاعدة والتي تهدد أن حرب في أي لحظة أو في التصدي للحضور الأمريكي في المنطقة أيضا يضع المنطقة على شفير حرب فعلا قد تبدأ، ولكن لا أحد يعرف أين قد تنتهي أو متى قد تنتهي. ولكن حتى الآن ترامب غير واضح، وبين الحرب وعدمها يدور هذا الصراع الأمريكي الإيراني. هناك من يتحدث عن إرسال طهران أيضا رسائل تفيد بعدم رغبتها بالحرب، لماذا هذا المشهد غير الواضح؟ الوضع الأمريكي أكثر راحة من الحالة الإيراني. الولايات المتحدة قادرة على التحرك بحرية، لديها حلفاء في المنطقة، لديها حلفاء دوليين، حلفاء إيران عنها مثل الصين والهند وروسيا. ايران تشعر بالعزله، ومع تصرفاتها القاطعه حيث استهدفت مصاف النفط السعوديه من خلال الحوثيين، ثم تفجير ناقلات النفط في الخليج العربي وفي بحر عمان، الى وصولا الى اسقاط الطائره الامريكيه، تجد ايران تنجر الى تصرفات تتركها وحيده في المنطقه وبعيده عن اي تحالف قد يمكنها من الصمود في وجه الضغط الامريكي. الولايات المتحده تواصل على ايران اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وتسعى اما ان تصل الى طاوله المفاوضات او حول كافه الملفات وصولا الى ملف الصواريخ الباليستيه كما اشار ترامب البارحه، او الا حماقات تتركها في عزله او تقودها الى حرب طاحنه لا لايران على مواجهتها، وهي تدرك هذا الثلاث. لذلك التصريحات الايرانيه هي تصريحات تهويليه تحاول توحي انها قادره وتستطيع الصمود، ولكن في نفس الوقت تؤكد انها حاضره من خلال ادواتها في المنطقه، من خلال الشعب، من خلال الحوثيين، ومن خلال حزب الله في لبنان. اذا ايران تسعى لان تهدد بالادوات اكثر من تستطيع ان تهدد امكانياتها العسكريه المتواضعه. مجلة فورين بوليسي ذكرت أن ترامب يتوجه لتجديد العقوبات لخنق طهران بدل الحرب، هل بإمكان مزيد من العقوبات خنق إيران ذات الأذرع الطويلة في هذه المنطقة؟ حتى هذه الأذرع هي بحاجة لتمويل وبحاجة لدعم وبحاجة إلى أموال وبحاجة إلى تسليح. مشكلة الأدوات الآن أو أذرع إيران في المنطقة أنها تعاني، هذا ما نعيشه في لبنان، أن نرى ما تصيب حزب الله الآن وبيئة حزب الله من ضائقة مالية وصعوبات مالية، من عملية فصل بالعناصر أو التستريح للعناصر المسلحة، أيضا إلى وصول إلى إغلاق المؤسسات التابعة لحزب الله. ما ينطبق في لبنان ينطبق على حشد الشعب إلى راسه. إذا إيران بأزمتها المالية التي تنعكس على أدوات الخارج كما تعيشها في الداخل مع جمهورها، المطلوب هو جمهور إيراني متماسك ملتف حتى القياده الايرانيه. مع الصعوبات الاقتصاديه سينخفض هذا الامور، ويجد ان الصراع مع الولايات المتحده لا طائل من ورائه، وان الصراع سوف يكون كاسما في نهايه الامر. فبالتالي كانت الصعوبات الاقتصاديه وصلت الى ان ترسلت رساله عبر سويسرا، وهي التي ترعى المصالح الامريكيه في ايران، الى ان ايران لا تريد الحرب، والى ان ايران تريد التفاهم مع الولايات المتحده. وهذا هذا هذه الرساله هي تماما عكس الرسائل العلنية والتصريحات العلنية التي يطلقها وزير الدفاع الحرس الثوري، وتتحدث عن الحرب وإمكانيات إيران الهائلة والأسلحة. فإذا إيران أمام هذه الطائفة لابد أن تصل إلى حالة رغبة في التفاوض بديلا عن الحرب.
طيب، مسؤولون أمريكيون إذن طالبوا إدارة ترامب بدعم حراك المعارضة الإيرانية، ما مدى حظوظ هذه المعارضة سواء في الخارج أو حتى في الداخل، ومدى مقبوليتها في الداخل الإيراني؟ المعارضة الإيرانية موجودة حقيقة، موجودة على مستوى القوميات البلوشية، مستوى الأحوال العرب الأحواز، على مستوى العشرات هي موجودة حقيقة، لكنها لا تحظى لا التغطية الإعلامية الكافية للإضاءة على انحراكها وعلى ما تعانيه من ظلم النظام الإيراني ومن قمعه ومن سلطته الأمنية. وبالتالي لا زال إلى الآن معظم دول العالم تحاول أن تبتعد عن دعم المعارضة الإيرانية حتى لا تتدخل في الشؤون الإيرانية الداخلية، وهذا ما يشجع الإدارة الإيرانية على مزيد من القمع ومزيد من الضغط. لكن الآن دعم المعارضة الإيرانية سيشكل بديلا عن حرب وثيقة أو عن تدخل عسكري مباشر داخل إيران. الشعب الإيراني وصل إلى مرحلة لا يعد يستطيع معها تحمل الضغوطات الاقتصادية وسوء إدارة النظام الحاكم الآن في طهران. البديل هو معارضة حقيقية تضغط على النظام الإيراني إما لتأثيره وإما لتغيير سلوكه، وهذا ما تطالب به الولايات المتحدة بفترة، تغيير السلوك وليس تغيير النظام. شكرا جزيلا لك من مدينة صيدا اللبنانية سيد حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.